كيكبه المطار يجي ساهل تفرح. هلاصوص البنات، هلاصوص اللي حضرت معاكم كاوكاو اللي حمرته في الفران ودرته في درته على الكراميل، صوص كراميل. صافي غنعمر بها دابا الكيكه ديالنا. صافي غنبدا نعمر. بهذا الشكل هذا بالتعمار. صافي غنستمر بهذا الشكل هذا تنكملهم كاملين ورجع معكم باش نوريكم نزينهم بالشوكولا بيضاء. هاو بعد ما عمرتهم كيجيو اكثر من رائعين. دابا غنزينهم، دابا نزينهم بالشوكولا. ذوبت الشوكولاته وضفت عليه شويه ديال زيت المائده كما العاده، نبغيو نزينو به باش يخفف باش كنقدروا نتحكموا فيه. صافي غنديرو خطوط بهذا الشكل هذا. التزيين كيبقى اختياري، كاين ما كاينش، راه بهاد الكراميل تقدروا تكفافوا به. ما تنساوش خدكم من الدعم واللي اشترك في القناه اللي ما مشتركش، وراه كندير جهدي كله باش يلاه يعجبكم هادشي، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم يا ربي. ما بغيتش نبقى نحط غير حياتي على المرض وسميتو، بغيت ندير شي حاجه اللي يستافدها منها الناس. او الحمد لله. صافي كنبغي ندخل لكوزينتي وناسي المرض. صافي باش انا ننسى كل شيء، ندير داكشي اللي كنبغيته انا. ونتمنى تخليو لي التعاليق ديالكم كي جاتكم الوصفه، ولا بغيتو شي وصفه من عندي غيقولوها لي انا في اذان ساغيه. صافي نكمل بهذا الشكل هذا ونرجع معاكم. صافي ها هما بعد ما زينتهم بالشوكولاته البيضاء نشارك معكم وحده، شوفوا كيف كتجي من الداخل. كتجي رطبه 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 بزاف كاع. هيا كيجي داك الكراميل ها لتحت، كتجي كثر من رائعه ولذيذه. انا ننصحكم جربوها وكتوجد دغيا الا جا عندكم شي حد واحد جاتني الضحكه. انا دابا كنوريكم وبنتي كتسنى فيها صافي بغات تطلع عليها. ها هي زينب شتيها شتيها صحه شمات ما كيشوفك اصلا انت واحد الجي. ها هي دابا اول وحده غتاكلها هي زنوبتي. ها هي هاك زينب. كي جاتك؟ بصحتك يا رب. هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم
ما تبخلوش عليا بلي لايك لي لايك كثر ليا لي لايك باش الفيديوهات ديالي يوليو يتشافوا ويشوفوهم الناس بزاف. يلاه الله ييسر لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده ومع السلامه.